احنا عامة كعرب وكخليجيين اصلا نتميز بتراث قيم عميق، وعندنا الزخارف، عندنا الفنيين، عندنا يعني كان اصلا موجود عندنا، فاحنا ما راح نحصل صعوبة اذا احنا اتعمقنا في هذا الاشياء. يعني انا عامة استوحي الافكار من النقشات الجبس اللي موجودة في البيوت القديمة، عامة استخدم النقوش اللي كانت موجودة في الاثواب القديمة والاكمشة القديمة، فهذه تساعدني اني انا اميز المرأة الخليجية بشكل خاص، لأني أدمج الثقافة العربية أو الخليجية بقصات عصرية ممكن نقولين عنها أوروبية أو عالمية. والأخضر من ألوان العلم، ما دخلت في ألوان ثانية، حطيت عليه التور الأسود اللي هو عامة إحنا قديما، هاي طبعا يعني قصة قديمة أنا استوحيتها للمجموعة الجديدة، أن قديما النساء كانوا يلبسون التور فوق اللبس، أي لبس كانوا لابسينه، عشان اللبس كان مخصر، فهم يلبسون التور فوقه، التور الأسود، على أساس أنه كان نوع من الستر. فأنا استوحيت هاي الفكرة وطبقتها للأطفال وللكبار أيضا، وحتى فكرة البخنق، القطع اللي تيجي على الوجه، هذه كانوا يلبسونها من البنات من العمر السادسة خلينا نقول لين ما يتزوجون. فالمجموعة هاي قسمتها إلى قسمين، الثوب الأسود اللي يجي فوق الفستان، والبخنق اللي يجي مع اللبس.